همسات رمضانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبي صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبي صلى الله عليه صلى الله عليه. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. رمضان رمضان تجلى وابتسم طوبى طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه أرضى مولاه بما التزم. رمضان 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 زمان الحسنات رمضان زمان الصلوات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان الصلوات رمضان زمان البركات رمضان زمان البركات طوبى للنفس بتقواها. رمضان أهلا ومرحبا رمضان رمضان أهلا ومرحبا رمضان رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.
النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم
لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا رب يا رب، لا إله إلا أنت، بك آمنت وبك اعتصمت، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل، فهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم، ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وأحلتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم ألوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فأجزل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك آمالنا. يا من أظلتنا سحائب جوده، وهدرت بحار كرمه، ونبعت عيون فضله، يا رب يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترطب قلبي بحمدك، وأن تعطر لساني بذكرك، وأن تملأ وجداني بشكرك، وأن تشغلني بخشيتك في كل مقام، وأن تفرغني لتقواك على الدوام. اللهم املأ صدري غنى بك، حتى لا يشغلني عنك شيء، واسدد فقري، وثبت حجتي، وثبت حجتي،
وأدخلني جنتك يا رب العالمين. يا رب يا رب، سبحانك سبحانك. يا واعد أهل الصالحات جناتك الباقيات، يا رب أسلمنا لك يا كريم، أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا. اللهم إنا نسألك خيرا يقودنا إلى الجنة، ونسألك عملا زاكيا يزكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا وتمحو القنوط والعبوس منها. اللهم هذه أيدينا مبسوطة لك بالآمال، ووجوهنا تتجه إليك بالخشوع والإيمان، وقلوبنا يا رب يا رب وقلوبنا مشغولة بك، وضمائرنا متوجهة إليك. اللهم لجأنا إليك في كل أمر، ولجأنا إليك في كل حال، بجوارحنا وبأفئدتنا وبآمالنا وبعجزنا لجأنا إليك. ولمن يلجأ الكل إلا إلى سنده؟ ولمن يلجأ العاجز إلا إلى حما؟ ولمن يلجأ العبد إلا إلى مولاه؟ يا رب أنت الرحيم الذي نستعطف رحمته، وأنت الوهاب الذي نستوهب مواهبه. يا رب أنت الغفار الذي نستمطر مغفرته. فتفضل علينا يا الله، تفضل علينا يا الله بما أنت له أهل، يا متفضلا بغير حساب. يا رب اللهم إني بادرت إلى زلاتي أغسلها بصادق التوبة، بادرت إلى سيئاتي أغسلها بصادق التوبة، بادرت إلى ذنوبي أغسلها بصادق التوبة، حتى تتوب علي يا الله، يا رب حتى تتوب علي. كم أسأت بالليل وكم أسأت بالنهار، فأعلم يا مولاي، أعلم يا رحيم يا رحمن، أنك تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. فما أكرمك يا رب، فما أكرمك يا رب، فيا أكرمك يا إلهي، ثواب بالليل وثواب بالنهار. فاقبل يا رب خالص توبتي، وتجاوز يا رب عن خطيئتي، وارحم بالليل والنهار عبرتي. يا من أرسلت لنا محمدا رحمة من عندك، يا من أرسلت لنا محمدا رحمة من عندك. اللهم أنا على دين محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، ولك العظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار، وجميع الجبابرة لك خضع، وأنت القهار، وجميع الناس لك يوم القيامة داخرين، وأنت العزيز، فلا عزة إلا منك، وأنت الكريم يا رب،
وكل ما في الكون من عطاياك، وأنت القوي فالأرض والسماوات قبضتك يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينك، وأنت القادر فلا شيء في الأرض ولا في السماء يعجزك. تبارك اسمك وتقدست ذاتك وصفاتك، لا إله إلا أنت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا، وأنت يا رب قسمت بيننا معيشتنا، وجعلت منا فقيرا وغنيا وسعيدا في الآخرة وشقيا، وامتحنت أغنياءك بفقرائك، وامتحنت أقوياءك بضعفائك، وامتحنت الحاكمين من عبادك بالمحكومين، وامتحنت القادرين منهم بالعاجزين، وجعلت للجميع يوما مشهودا وحسابا موعودا. اللهم اغفر لنا يوم الحساب، اللهم كن معنا يوم الحساب، اللهم تجاوز عنا يوم الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفناء، حي على الفناء،
اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل، بالأمس جئت فكيف كيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل؟ اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل؟ رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل، حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي،
من قادم الأيام أم نتقابل. فالقلب غاية سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفوكرات، لنكتمل بالمعرفة، نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.